سيداتي يعني سادتي سادتي، هذه أجمل تحية مني لكم. نتواجد اليوم في ملعب الاتحاد وسط هذه الأجواء الاستثنائية مع أمطار غزيرة على ملعب اللقاء. من كابينة التعليق سأتواجد معكم أنا فارس عوض. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها، ضجة كبيرة تجعلنا في انتظار مواجهة ممتازة. في مباراة كهذه يستطيع المدرب أن يدفع ببعض اللاعبين لتجربة وأيضا تجربة اللاعبين في مراكز مختلفة وبعض الخطط المختلفة. نادي مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة تغير كثيرا بعد الاستثمار الكبير الذي قام به الشيخ منصور بن زايد. النادي صار واحد من أفضل أندية أوروبا، يشارك بشكل دائم في البطولات الأوروبية، ينافس على الألقاب المحلية، وأصبح من الصعب جدا هزيمته. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم نشاهد الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، روبن دياز يلعب إلى جانبي لابورت في خط الدفاع، دي بروين سيبدأ مع رودريجو في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. نستعرض تشكيلة الفريق الضيف في هذه المباراة. فريق راح يلعب بتشكيلة 4-3-3، الطريقة التقليدية واللي يعتمد فيها على الفريق على الأجنحة. تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. جاك غريليش، الآن مع فودن، تصويبة بيوقف حارس المرمى بدون مجهود. بدون تركيز تمريرة خاطئة، الكرة بتضيع. بيعدي فيها من المدافع. كان في محاولة للمرور مرة أخرى لكن ليس في كل مرة. أوهو تصويبة، وكرة بيوقف حارس المرمى بكل سهولة. التركيز على كيفن دي بروين أمر عادي، لاعب نجم ومن الطبيعي بأن يحظى بمثل هذا الاهتمام الإعلامي. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. إلكاي غوندوغان، جاك غريليش، والآن مع هالاند. عرضية لا تمر من الدفاع. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. جميل الكرة البينية من دي بروين. كانت فرصة مواتية لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب. الكرة إلى ضربة مرمى. زياش، يوسف النصيري، تدخل حاسم هنا في ال 18. غوندوغان، والآن مع هالاند. كرة مع دي بروين، دي بروين مطالب بالتسديد الآن، يمنع عبور التصويبة. يسير باتجاه المرمى الآن، فرصة خطيرة. أوه لا يمكن أن تنتهي سلبية، هناك شباك تتحرك وإثارة تبدأ وهدف يأتي. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. يستأنف اللقاء مشاهدينا على تأخر السيتي في النتيجة، فهل ينجح في العودة في هذا اللقاء؟
افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. غوندوغان والآن مع غريليتش، ياخذ الكرة في مكان خطير جدا. غوندوغان اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة. حكيمي أمام مساحة كبيرة على الطرف هنا، بيعدي فيها، بمر بيعدي، ضاعت فرصة توسيع الفارق. كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف، كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. رودريجو رغم البحث عن التعادل لا يندفع الفريق في الهجوم، لكن يفشل بناء الهجمة قبل أن تتحول إلى فرصة خطيرة. اليوم الزوار لديهم نسبة سيطرة واستحواذ أقل على الكرة، أن تكون الطرف الأقل استحواذ. كرة هدف في هذه اللحظات، يفعلها مرة أخرى ويسجل ثنائية في رصيده في هذا اللقاء، ويفكر في المزيد. نشوفها من جديد، انظر إلى هذه اللقطة، التحرك اللي كان، التمركز اللي كان، انظر إلى النهاية اللي كانت والهدف الذي نشاهده الآن. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دي بروين بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. الآن تقدم هجومي مع خيارات متاحة في الأمام. إيرلينغ هالاند الآن مع فودن، الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. في بداية الهجوم المرتدة كانت واعدة، لكن في النهاية كانت مخيبة. حكيم زياش يستخلص الكرة وينهي المحاولة. هالاند، هجوم من مانشستر سيتي. هنا كانت الخطورة لكن تنتهي بهذا التدخل القوي. يوسف النصيري والآن عن زياش، فرصة خطيرة هنا، تصدي سهل من إيدرسون. نجح في استعادة الكرة. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضائع. حلوة التمريرة البينية لكنها لا تمر. دفاع ممتاز، تمركز رائع. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. ينطلق الشوط الثاني الآن في ملعب الاتحاد. أشرف حكيمي يترك المدافع خلفه، يتقدم إلى الأمام، قطع للكرة وإيقاف المحاولة. تخرج الكرة إلى رمي التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. حكيم زياش كرة بتتحول إلى رمية تماس،
إلكاي غوندوغان. والآن مع غريليتش. كرة مع غوندوغان. فرصة تقليص الفارق الآن. أوه، ضاعت فرصة تقليص الفارق. كان ممكن يعود الأمل مع هذه الفرصة، لكنها لم تستغل. يا الله على هذه اللقطة. نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. الكرة ستصل لحارس المرمى. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. سفيان بوفال. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. مانشستر سيتي يفقد الكرة. نصف ساعة تصلنا على صافرة نهاية المباراة. بتضيع الكرة بعد هذه التمريرة السيئة. تقدم إلى الأمام مع الكثير من الخيارات المتاحة. خطرة لحكيم زياش والحارس يتصدى للتسديدة. مانشستر سيتي يستعين الآن بدكة الاحتياط. سفيان بوفال. تصدي رائع لهذه اللقطة. تفوق في النتيجة وفي الإحصائيات، هذا أمر يؤكد بأن التفوق لم يكن أيضا بالصدفة بل كان مستحقا. هذه الأرقام تثبت بأن هذا التقدم المستحق وأن الفريق يقدم مباراة ممتازة في أرضية الملعب. استرجاع ممتاز للكرة والفرصة مستمرة. والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. الآن مع فودن. واتى التدخل في التوقيت المناسب. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. الحكم يحتسب خطأ في مكان خطير في هذه اللحظات. تصرفات الضيوف في الملعب غير مقبولة لدى جماهير أصحاب الأرض. يعتبرون أن إهدار الوقت للخروج بالفوز سلوك مشين ولا يعبر عن الرياضة، ولهذا نسمع احتجاجاتهم في هذه اللحظات وغير راضين عما يحدث في أرضية الملعب ومن تأثيرهم على فريقهم. أمر محبط بكل تأكيد. التمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. وصلت لحكيمي. أوهو، الفارق يتسع. الهدف يسجل ويصل إلى 3 أهداف يا له من هجوم. نشاهد الهدف مرة أخرى. الله على التسديدة. أي تصويبة هذه. كرة قوية جدا من المستحيل إيقافها. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. فيل فودن. ووكر. ملعوبة الكرة إلى رودري. كرة سهلة في متناول حارس المرمى. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. الحلول أمامه في الهجوم. هذه فرصة أمامها الانزلان. كان ممكن تكون هذه الكرة في المرمى بدلا من ضربة المرمى. سفيان مرابط. والتدخل بقوة هنا. بيعدي وبيمر بالكرة. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية. يتفوق على المهاجم.
سفيان بوفال. فرصة للتسديد، تدخل ممتاز يبعد الخطورة. رياض محرز، حلوة التمريرة البينية، تصرف سريع من حارس المرمى يتفوق في هذا الموقف. أعتقد بأن نتيجة المباراة حسمت ونحن نلعب في الدقائق الأخيرة، نتحدث عن فارق كبير في الأهداف لمصلحة الفريق الضيف وبالتالي من الصعب تعويضها. هنا تصدي ممتاز من حارس المرمى، اللياقة من أهم نقاط قوة الحراسة وهنا ظهرت ببراعة. ركنية إلى داخل المنطقة، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. انتهت الحكاية وذهب التهديد. سفيان مرابط، دي بروين أمام مساحة في هذه اللحظات، مستحيلة أي تصدي مجنون لحارس المرمى. لديه المساحة الكبيرة على الطرف وتنطلق في هذه اللحظات صافرة نهاية معلنة عن هزيمة مانشستر سيتي في مباراة اليوم. الفريق كان خارج الخدمة اليوم، لم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية، بالتأكيد الخسارة مستحقة بالنظر للمستوى اللي ظهر به الفريق اليوم. أداء كبير وخرافي في هذا اللقاء، هذا المستوى طغى على كل من في أرضية الملعب اليوم. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.